السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأسئلة النهاردة هنتكلم عن سرعات الإنترنت الجديدة اللي موجودة في مصر، إزاي تقدر تحدد عدد استخدامك أو كمية استخدامك خلال الشهر. طبعا بتدخل على موقع تقي داتا، من تختار كلمة في البيت أو أتوم، ومنها احسب استخدامك المتوقع. أنا عايز أعرف عن أي سرعة هتبقى كويسة معايا. الكلام اللي بقوله ده للفرد الواحد، يعني مش معاك ناس على الشبكة. دليل الحساب بقول لك متوسط حجم الفيلم 700 ميجا. 700 ميجا دول اللي هو ايه، اللي هو الفيلم اللي بيكون ساعتين الا ربع نسخه ام كي في، يعني ما تحملش تورنت. تمام. لو انت هتشوف متوسط او كل يوم فيلم، يبقى هتشوف 30 فيلم خلال الشهر، دول كلهم هيجوا كام؟ 21 جيجا. متوسط مشاهدات 700 ميجا على الساعه، الساعه الواحده 700 ميجا. لو انت بتتفرج على 720 او بتتفرج الجودة، يعني تبقى 720 أو عالية يعني، فأنت أكيد مش هتتفرج على 720 لو أنت سرعتك واحد. لو قلنا مثلا هتشوف مثلا 100 ساعة مثلا، مش هتجيب 100 ساعة. لو قلنا مثلا 30 ساعة دول، تمام، دول 30 ساعة بالسبعمية ميجا، لكن هما هيدوك أكتر من 30 ساعة، لأنه الفيديو على اليوتيوب أو الفيديو أونلاين ما كانش فيلم أو حاجة كبيرة يعني، يعني بيبقى نص ساعة تقريبا حسب الدورات اللي أنت بتشوفها. فاحنا مثلا 30 ساعة دول ممكن يدوني مثلا 70 أو 60 ساعة، تمام، يبقى 41 جيجا. بالنسبة لساعات اللعب أونلاين، أنا شايف محدش بيلعب أونلاين. لو أنت بتلعب أونلاين، هو قايل لك متوسط استهلاك ألعاب هتلعب مثلا 100 ساعة في الشهر. تمام. بالنسبة لساعات التصفح طبعا براحتك، يعني هناخد مثلا هنا كده بس، يعني البراوزر مش هياخد منك كتير. عدد الأغاني اللي أنت بتحملها، هو عامل لك الأغنية هنا 10، الأغنية 3 ميجا. تمام، الأغنية 3 ميجا، يعني في أغاني أكتر من كده طبعا، يعني في أغاني بتبقى نسخة فلاك ممكن توصل 11 أو 10 ميجا. فأنت لو قلنا هتحمل 1000 أغنية في الشهر، أو 1080، ألف مثلا، خليها 1800 أغنية في الشهر، وده طبعا كبير جدا يعني. عدد الصور اللي أنت بتحملها، لو قلنا هتحمل مثلا 1800 صورة، ده برضه كبير. بالنسبة للأبلكيشن، هو هنا بيستهبل، يعني هو حاطلك الأبلكيشن 10 ميجا. أيوة، لو أنا بحمل مثلا فوتوشوب مثلا، لو أنا بحمل مثلا إنديزاين، بحمل برنامج كبير، بحمل أنتي فايروس أصلا، فهنا هنزود شوية، هنقول له مثلا 300 أو 350 أو 360 مثلا. تمام، 360 يعني 3 جيجا ونص، أو 350 تلاتة، أخليها 4 جيجا ونص في الشهر. بالنسبة لعدد البريد طبعا براحتك، هو عامله لك هنا 8 كيلو أو 8 من 10 ميجا. طب هو نسي حاجة، هو نسي لو أنت شغال فريلانسر مثلا، هترفع مثلا، ممكن يجي لك مثلا شغل وانت عايز ترفع ابلود، ترفع ملف للعميل، فده هياخد منك، فانت خلي دي 9000، او خليها مثلا حتى على الاخر. تمام، يبقى كده 93. لو قلت الباقة المقترحة هتبقى اللي هي 1 ميجا. تمام، 1 ميجا اللي هي 95 جنيه، زي ما انت شايف. ده لو استخدامك زي ما انا بقول، لو انت بتتفرج على فيلم واحد في اليوم هتشوف 30 ساعة في الشهر. ساعات اللعب اونلاين 100 ساعة، دي مش مهم قوي. البراوزر زي ما قلت براحتك. عدد الاغاني اللي انت هتحملها 1800 اغنية، وده كتير جدا. عدد الصور اللي انت بتحملها برضه كذلك، وده كتير جدا. عدد التطبيقات اللي انت هتحملها 450 تطبيق، طبعا زودت عشان المساحة، هو عاملها 10، وده مفيش برنامج مساحة 10 عند اي برنامج. هو طبعا تطبيقات الابلكيشن اللي هي اندرويد والكلام ده ملناش علاقه بيه، احنا بنتكلم دلوقتي على الكمبيوتر، على البي سي، على الويندوز. انت بتحمل اقل برنامج مثلا، يعني لو تحمل انتي فايروس هتخش مثلا 40 أو 50 ميجا. فبالتالي استخدام فرد واحد. وانت بقى من عشاق التورنت او بتحمل العاب، بقى بتعمل ايه؟ لا، الالعاب ما ينفعش الليميتد معاك الالعاب. انت اقل لعبه دلوقتي، اقل لعبه 8 جيجا مثلا. تمام، في العاب طبعا 40 جيجا وحاجات زي كده، زي باتمان
فبالتالي ده مجمل الموضوع اللي هما بيعملوه، ان انت بيقولوا لك اسعار اعلى، اسمه ده اسعار اقل بسرعات اعلى. لا هو مش كده خالص، هي اي نعم اسعار اقل، لكن السرعات ليميتد، محدوده، يعني ليك خط وهتقف. طيب في حاله انه سرعتك خلصت، ايه اللي بيحصل؟ لو انت مشترك في سرعه واحد بتنزل 256، لو انت مشترك في سرعه اتنين هتبقى 512. تصفح طبعا. وكده يكون درسنا ووضحنا الفكره الموجوده. وانا شخصيا خليت زي ما انا سرعه واحد مفتوحه عادي، مفيش ليميت. كده يكون درسنا بتاع النهارده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.